محافظ إربد سوف ينضم إلينا الآن ليطلعنا عن هذا القرار وما هو. يسعد صباحك. صباح النور. أهلين. عطوفتك أخبرنا عن إغلاق الحسبة وما الهدف من إغلاقها. يا سيدي أنت بتعرف الحسبة يعني فيها اكتظاظ كبير من الناس، ومع الأسف ما بتتبعوا وسائل السلامة العامة، اكتظاظ كبير يعني ما في تباعد بين الناس. أكثر من مرة يعني وجهناهم، وحتى أصحاب المعالي الوزراء لما كنت برفقتهم وزاروا الحسبة كان شافوا أنه المنطقة راح تؤدي لشيء لا سمح الله سيء في صحة الناس اللي بتجول هناك. فيعني امبارح تشاورنا بالموضوع، وكان يعني خلينا نقول تنسيب من الأوبئة شفهي أنه لازم نغلق الحسبة، وعلى ضوها تم إغلاق الحسبة لحين يعني اتضاح الصورة ولحين ترتيب الأمور إن شاء الله. نعم. عطوفتك أخبرنا المزارعين أين سيكون لهم مكان بديل لنقل بضائعهم أو لتوزيعها؟ سيدي مش المزارع، هي محلات الخضرة، هي محلات مش كثيرة على فكرة، يعني بيقدروا يرتبوا أمورهم خارج المنطقة الحسبة، لكن منطقة الحسبة مكان يعني مكان نشط لنقل الأوبئة أو الأمراض. أنت بتعرف وأنت شفت كيف يعني كل الناس كانت مستاءة وما زالت مستاءة أنه هذا الوضع غير صحي، فعلشان هيك أنا أغلقت الحسبة يعني، وبالتنسيق طبعا مع البلدية. هل هناك وقت محدد لإغلاقها؟ إلى متى سيكون أو ما كيف؟ يا سيدي لحين اتضاح الأمور يعني، أما هي مغلقة الآن ما بقدر أقول لك يعني متى راح نفتحها، لكن هي مغلقة الآن. نعم. نعم. شكرا عطوفتك، يعطيك ألف عافية. نعم علي، كنا اليوم صباحا في حسبة إربد لبيع الخضار والفواكه لبيع التجزئة، لاحظنا جميع أصحاب المحلات التجارية داخل الحسبة ملتزمين بقرار عطوفة محافظ إربد رضوان العتوم بإغلاق الحسبة.